بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح درس اللي هو complex series. الcomplex series هو الهدف بتاعها ان هو بيجي لنا مسألة بالصورة دي، بيقول كده مثلا find all Lord series for the function ويدينا function f of z بتساوي مثلا نفترض 1 over z minus 2 in powers of مثلا z minus i power n. فكرة الاكسبانشن احنا مفروض ان انتو درستوا قبل كده ماكلورين ولورند وتيلور اكسبانشن. فكرة ان احنا نجيب سيريز نفك اي فانكشن في اي صورة لصورة سيريز around point معينة، دي معناها in powers of z minus البوينت دي all power n. الشكل اللي انتو اخدتوه قبل كده كان بيبان لنا بعض الحاجات اللي كانت مشهورة مثلا زي famous Taylor expansions. نحن قبل كده شفنا الشكل ده ان مثلا e power x احنا دلوقتي عشان complex فهي e power z هي بتساوي 1 plus z plus z squared على factorial 2 بلس وهكذا. ده كان احد الاشكال اللي نكتب بيها او ممكن نكتبها في الصورة في compact form بتقول كده summation من n بتساوي 0 لانفينيتي z power n على factorial n. فده مثلا شكل الاكسبانشن بتاع ال e power z. الاكسبانشن ده كان بيبقى معاه حاجة بنسميها region of validity، ان الاكسبانشن ده بيكون valid لو كان modulus الx او modulus الz اقل من القيمة الفلانية. في حالة الاكسبوننشال بيبقى اقل من infinity، معناها ان هو كل الزد تقدر تحقق الكلام ده. كبرضو مثال تاني مثلا اخدنا ان كوزين z كانت بتساوي 1 minus z squared على factorial 2 plus z power 4 على factorial 4 وهكذا plus minus وهكذا. او كان ليها compact form ممكن نحطها في صورة compact بتقول ان الان من summation n of 0 infinity negative 1 power n z power 2n على factorial 2n. وبرضو region of validity بتاعها مودل الزد اقل من infinity. برضو كمثال تاني كمثال تاني مثلا 1 over 1 minus z بتساوي 1 plus z plus z squared وهكذا، او هي سيجما من n بتساوي 0 لانفينيتي z power n. بس هنا ال region of validity او ال radius of convergence بتاعها مودل z اقل من 1. طبعا الاكسبانشنز اللي فاتت سواء ده او الاثنين اللي قبليه او كمان الساين واللان 1 بلس زد دول اكسبانشنز احنا مفروض نحفظهم. اعتقد هيكونوا اتكتبوا في المحاضرة دكتور مكرم كتبهم، هنلاقيهم في الكتاب بتاعنا موجودين كلهم صفحة واحدة سهل ان احنا نجيبهم. ممكن حتى لو عملت سيرش على الانترنت هتبقى لو عند سيرش على الانترنت هيبقى سهل ان انت تشوف الشكل كله، تشوف التيلور اكسبانشنز لكام فانكشن مشهورين اللي احنا مطالبين بيهم e power z كوزين ساين لان 1 بلس z و ال 1 over 1 1 over 1 minus z واللي شبهه 1 over 1 plus z.
هتلاقي هو نفس اللي احنا شفناه فوق، بس هتعوض عن كل زد بنيجاتيف زد، فيتحول للصورة دي أو الكومباكت فورم بتاعته تساوي نيجاتيف 1 باور n في زد باور n، ويبقى ده شكل الاكسبانشن. الاتنين اكسبانشن مهمين قوي لينا ان احنا نبص عليهم. طيب نرجع للمسألة بتاعتنا اللي احنا كنا شفناها في الاول. find all Lorentz series for the function 1 over z minus 2 in powers of كذا. طبعا هنا هو لازم يدينا الحاجتين، يدينا الفانكشن، يقول لي الفانكشن بتاعتي شكلها عامل ازاي، ويقول لي هو عاوز الاكسبانشن ان باورز اوف ايه، مش اي حاجه، مش دي حاجه انا ما ينفعش استنتجها بدماغي، لازم هو يقول لي عاوز ان باورز اوف ايه. وممكن بدل ما يقول كلمه ان باورز اوف يقول لي اراوند زد نود بتساوي كذا، فيبقى هو البراكت اللي المفروض يظهر في الاكسبانشن ان كل زد تظهر تبقى اسمها زد ماينس زد نود، فان الزد نود بتساوي اي، فيبقى هي هو عايز امباورز اوف زد ماينس اي. طيب نعمل ايه بقى في المساله؟ طيب المساله بتاعتنا كانت اف اوف زد بتساوي 1 اوفر زد ماينس 2. بيكون اول ستوب في المساله ان كل زد تظهر عندي لازم اخليها الزد اللي هو عاوزها، هو عاوز الباورز اسمها زد ماينس اي، يبقى كل زد تظهر عندي لازم اخليها زد ماينس اي، يبقى الزد دي هي اصلا زد ناقص 2 هخليها زد ماينس اي، يبقى هطرح اي بس عشان ما يبقاش عملت حاجه غلط، يبقى هجمع كمان اي. ماشي، يبقى الشكل اللي ظهر عندنا صورته الصورة دي 1 over z minus i مثلا minus 2 minus i. طيب انا ازاي اعمل expansion للشكل ده؟ هو الهدف ان انا اوصل الشكل ده للصورة، سواء الصورة دي او الصورة دي، ان هي 1 over 1 minus حاجة اللي هي هنا زد، بس ممكن تبقى اي function في زد، او 1 over 1 plus حاجة. يبقى نيجي هنا ونقول ان انا ممكن لو اخدت negative 2 minus i ده برا، يعني اخدت البراكت اللي اسمه negative 2 minus i بره، هيفضل عندي 1 over، لو هياخد ده بره هيفضل مكان واحد، وهنا هتبقى minus z minus i over 2 minus i. يبقى اتحول الشكل بتاعي ل 1 over 1 minus function في z. نقدر باستخدام احنا نبقى حافظين الصورة دي نقدر نقول إذن الشكل ده هيساوي، طبعا ده مجرد رقم هو ناقص واحد على اتنين ماينس اي، ده مجرد رقم هنسيبه زي ما هو، في summation من n بتساوي زيرو الى infinity. لما كانت 1 over 1 minus z لو بصينا كده 1 over 1 minus z طلع summation z power n، فهنا هي 1 over 1 minus حاجة، فالحاجة دي كلها كأنها هي الزد، تبقى زد minus i على 2 minus i all power n، ويبقى كده انا حققت ان كل زد هتظهر في السميشن ده، يعني انت لو فكيت السميشن ده حطيت الان بزيرو بواحد باتنين بتلاتة، هي كل زد هتظهر تبقى اسمها زد minus i power كذا، power zero power one power two، فيبقى كل الزدات اللي بتظهر عندي اسمها زد minus i، ويبقى انا كده حققت اللي هو عاوزه. بس ما ننساش الشرط بتاعنا ان ده يتحقق امتى، لو كان مودولس الحاجة، لو بصيت هنا كده الشرط بيقول ان مودولس زد ماينس لو 1 over 1 minus زد بشرط ان الماجنيتيود او مودولس بتاع زد اقل من الواحد، ده معناه ان الحاجة اللي هي بدل زد هنا اللي هي زد ماينس اي over 2 minus اي دي الماجنيتيود بتاعها لازم يكون اقل من الواحد، او ممكن نقول كده ان هي ماجنيتيود زد ماينس اي على
magnitude 2 minus i أقل من الواحد. طبعا magnitude 2 minus i ده رقم complex، نجيب الماجنيتيود بتاعه اللي هو root ال x squared plus ال y squared، فده هيديني ان magnitude z minus i أقل من root 5. فده بنسميه region of validity، يعني امتى الاكسبانشن ده valid، امتى من حقي استخدم الصورة دي للاكسبانشن. في الحالة في الريجن ده. طيب لو بصينا على الصورة دي اللي هي الشكل ده، احنا جينا قلنا اللي هو الصورة دي، قلنا ان انا علشان احولها 1 over 1 minus حاجة اخدت النيجاتيف 2i وطلعتها بره كومن. طيب فده شكل. طب هل ده الصورة الوحيدة؟ تعال نبص كده تاني. هي الشكل كان كده 1 over z minus i minus 2 minus i. طب ما انا ممكن بدل ما اخد ال 2 minus i common كنت اخدت ال z minus i common، يبقى صورة تانية ان انا كنت ممكن اخد البراكت اللي اسمه z minus i هو اللي common، فيديني 1 over 1 minus هنا تبقى 2 minus i over z minus i. طيب يبقى في الحالة دي الشكل بتاعنا بقى 1 over 1 minus حاجة، يبقى برضو يطلع السميشن اللي احنا مفروض نكون حافظينه، سيجما من n بتساوي 0 لانفينيتي الحاجة اللي مكان الزد power m. طيب مين من الاتنين دول صح؟ يعني هل ال A ولا ال B هو اللي صح؟ هتعرف الحكاية دي لما تبص على ال radius of convergence أو region of validity. هنا بالنسبة للفونكشن الشكل ده دلوقتي بقى 1 over 1 minus z، يبقى z اللي موجودة هنا اللي هي 2 minus i على ال z minus i هي دي اللي مفروض الماجنيتيود بتاعها أقل من الواحد، وبالتالي ده معناه إن magnitude 2 minus i على magnitude z minus i أقل من الواحد، وده برضو معناه إن magnitude z minus i لو وديته الناحية التانية هيبقى أكبر من magnitude 2 minus i اللي هي root 5. فده معناه إن الفرق ما بين الإكسبانشن B والإكسبانشن A هو region of validity بتاعته. إن expansion A ده اللي هو الصورة دي region of validity بتاعها أهو، لكن expansion B اللي هو الصورة دي region of validity بتاعها أهو، فهما regions of validity مختلفة. فالfunction ليه في كل مكان من دول شكل مختلف للexpansion بتاعه. طيب ليه الكلام ده حصل؟ ليه أصلا حصل فكرة region of validity ده ظهر ليه؟ وليه ظهر عندي two definitions للfunction؟ هنفهمها لو احنا رسمنا الدومينز بتاعتنا. في الـ z-plane تعال نبص على الدايرة اللي هو بيتكلم عنها. احنا طبعا عارفين ان modulus z minus i بتساوي كذا، بتساوي root 5، دي عبارة عن دايرة السنتر بتاعها i والradius بتاعها root 5. فالسنتر اللي هو i ده اللي هو الـ x بـ 0 والـ y بـ 1 هيبقى هنا، هو ده الـ i، ده السنتر بتاع الدايرة والradius بتاعها بروت 5. فاحنا هنلاقي شكل الدايرة بتاعنا مثلا بالشكل ده. معلش الرسمة ممكن نظبطها شوية.
يعني بافتراض ان دي كده الدايرة اللي الراديوس بتاعها روت 5. لو جيت بصيت على الدايرة دي هتلاقيها بتمر بالنقطة 2، وده لازم تمر بيها. طيب مين النقطة 2 دي أصلا؟ مين النقطة اللي هي الزد بتاعها بتساوي 2؟ لو احنا رجعنا للشكل الأصلي للفانكشن اللي هو الشكل ده، هتلاقي 1 over z minus 2، الزد الفانكشن هنا undefined عند ال 2، فده معناه ان عند ال 2 في singular point، في نقطة الفانكشن not defined عندها اللي احنا كنا بنسميها singular point، فده معناه ان البوينت هنا اللي احنا وصلنا لها اللي هي ال 2 دي، دي singular point. طيب ليه بقى الفانكشن بقى بالشكل ده؟ احنا فاهمين ان احنا ان عشان احنا في الفانكشن اوف زد دي فانكشن في اكس وواي، فبقى الدومين بتاعي اكس وواي بيبقى اقرب ان احنا بنمثله بريجنز مش بخطوط، بيبقى مساحات. فبالتالي لما انا اجي اقول ان انا بعمل اكسبانشن اراوند الاي، فانا ببتدي اشوف الفانكشن بتاعتي هي ديفايند اراوند الاي والفانكشن شكلها عامل ازاي، فببتدي اعمل ايه؟ معلش بس ثانيه واحده، كأن أنا ببتدي أشوف هل الفانكشن ديفايند هنا إزاي. ريجن علشان الفانكشن أناليتيك، فإحنا دايما بناخد كلوزد ريجن. هنا ديفايند، فبرضو نفس الديفينيشن شغال، نفس الديفينيشن شغال لغاية لما أجي للنقطة اللي أنا أجي عند الدورية اللي بتمر بي النقطة اللي اسمها 2، النقطة اللي الفانكشن نوت ديفايند عندها. فبتلاقي ان الديفينيشن اللي انت عارفه للفانكشن او اللي هو اللي احنا جبناه في بارت A هنا، الديفينيشن ده valid طول ما انا جوه الدايره. طيب اول ما اوصل للدايره نفسها بقت الفانكشن not defined، بقت الفانكشن هنا مش معرفه، لان على الدايره دي انا في نقطه singular point ليها، فعلى الدايره نفسها اللي بتمر بال2، على الدايره اللي بتمر بال2 الفانكشن undefined. طيب بعد ما نعدي من ال2، بعد ما نعدي الدايرة دي، يبتدي يظهر ديفينيشن جديد للفانكشن اللي هو بقى اللي احنا جبناه اللي هو بي. يبقى جوه الدايرة كان في ديفينيشن هو الاي، بره الدايرة في ديفينيشن اللي هو البي. طيب تاني خلينا نشرح الحتة دي او الجزء ده تاني على مثال اخر، ونشرح فيه برضو بالتفصيل ليه الفانكشن. مثلا ده example 2 برضو، find all Lorentz series for the function f of z بتساوي مثلا 1 over z plus 1 in powers of z minus 2. يبقى هو دايما هيديني الفانكشن ويديني in powers of. طيب هنعمل ايه؟ برضو قلنا اول step ان انا كل z تظهر عندي لازم اخليها على الشكل اللي هو عاوزه للزد. يبقى هو عاوز زد ماينس 2، يبقى كل زد ظهر عندي اخليها زد ماينس 2. فيبقى انا هنا طرحت 2، يبقى لازم هنا اجمع 2، يبقى الفانكشن اتحولت شكلها ل 1 اوفر زد ماينس 2 بلس 3. طيب بعد كده انا عاوز احولها لواحد من الشكلين اللي احنا حافظينهم اللي هو 1 اوفر 1 ماينس زد او 1 اوفر 1 ماي بلس زد. يبقى هاجي هنا واقول ان انا ممكن اخد ال 3 دي common factor. فلو اخدت ال 3 بره common factor هلاقي الشكل اللي ظاهر عندي 1 over 1 plus z minus 2 minus 2 over 3 minus 2 over 3. طيب الشكل ده الشكل التاني اللي احنا كنا بنقول ان هو بيساوي برضو سيجما من n ب 0 ل infinity زد ماينس 2 على 3 اللي هي اللي بدل الزد في القانون كلها باور ان، بس عشان الإشارة هنا زائد فبيظهر لي هنا نيجاتيف 1 باور ان. وبرضو الريجن اوف فاليديتي هنا ان الماجنيتيود الحاجة اللي مكان الزد لازم يبقى أصغر من الواحد، فده معناه ان ماجنيتيود زد ناقص 2 أقل من التلاتة. طيب دي الصورة الأولانية اللي هو إن أنا أخدت التلاتة هي الكومن فاكتور، أو
كان ممكن واحد بدل ما ياخد التلاتة common factor ياخد الزد ناقص اتنين common factor، يبقى هيبقى بي انا هاخد الزد ناقص اتنين هي اللي common factor، فهيفضل عندي واحد على واحد زائد تلاتة على زد ناقص اتنين، ده هيساوي واحد على زد ناقص اتنين دي زي ما هي، وهنا ده summation n بتساوي zero لانفينيتي، برضو هنا واحد على واحد زائد حاجة تبقى negative one power n، والحاجة اللي مكان الزد في القانون تبقى اسمها power n، وبرضو magnitude الحاجة دي sorry الماجنيتيود بتاع الحاجة دي اللي هو تلاتة على زد ناقص اتنين لازم يكون أقل من الواحد، يبقى بالتالي ماجنيتيود زد ناقص اتنين أكبر من التلاتة. يبقى أنا هنا ظهر عندي two definitions للفانكشن، definition A و definition B. definition A اللي هو صورته بالصورة دي، بس region of validity بتاعته إن أنا مودولا زد ناقص اتنين أقل من التلاتة. definition B اللي هو الشكل بتاعه ده، وظهر عندي مضل الزد ناقص اتنين اكبر من التلاتة. برضو نرجع نفهم الرسمة لو حبينا نرسم الشكل بتاعنا، هتبقى الشكل بتاعي بالصورة دي. هتلاقي ان الدوائر اللي ظهرت عندك ماجنيتيود زد ناقص اتنين، فهي دايرة السنتر بتاعها اتنين اصغر من التلاتة وأكبر من التلاتة، فده معناه إن الريديوس بتاع الدايرة تلاتة، فهتلاقي إن ده كده شكل الدايرة بتاعتك. الريديوس التلاتة ده جا منين؟ جا منين إن الريديوس تلاتة؟ هتلاقي إن هو الريديوس تلاتة علشان هنا عند الناقص واحد في سنجولر بوينت. لو انت رجعت لشكل الفانكشن الأصلي هتلاقي إن الفانكشن 1 over z plus i، يعني عند الناقص واحد في سنجولر بوينت للفانكشن، فعشان كده هتلاقي ان الدومين بتاعك اتقسم ل 2 بارتس، جوه الدايره اللي هي مثلا هي اللي هو التعريف اللي جوه الدايره اللي هو كان A، وبره الدايره اللي هو B. طبعا الدايره نفسها مفيش تعريف لان الفانكشن، لان الدايره دي بتمر بنقطه سنجولر بوينت فالفانكشن نوت ديفايند عندها. يبقى بالتالي الفكره بتاعتنا بتاعه الدومين بيتقسم ازاي، ان انت لو اخدت بالك اشمعنى الاثنين هو الريديوس بتاع الدايره، لو اخدنا بالنا الاثنين هو سوري السنتر بتاع الدايره، الاثنين هو اللي ظهر هنا واللي هو دايما هيكون ظهر هنا، لان انت عاوز كل نقطه عندك او كل زد تظهر اسمها زد ناقص 2. طب مين اللي قال ان هي زد ناقص 2؟ المساله بدايه المساله هي اللي راحت جايه وقايله ان انا عاوز ان انت تعمل لي اكسبانشن ان باورز اوف زد ماينس كذا. يبقى نفهم النقطه دي مهمه قوي، ان دايما السنتر بتاع الدايره هو النقطه اللي انت بتعمل اكسبانشن حواليها اللي هو بتبقى جيفن في راس المساله. يجي يقول لك فايند اكسبانشن اراوند البوينت كذا، او فايند ذا اكسبانشن ان باورز اوف زد ماينس كذا. زد ماينس اي دي اللي هي زد نوت هي دي السنتر بتاع الدايره بتاعتك. طيب الريديوس بتاع الدايره، الريديوس بتاع الدايره بيتحدد بالسنجولر بوينتس بتاعه الفانكشن. فانكشن ليها سنجولر بوينت عند ناقص واحد، يبقى الدايره اكبر حاجه توصل لها ان هي تبقى السنتر بتاعها 2 وتقف عند الناقص واحد، تبقى بتقطع الناقص واحد، فعشان كده الريديوس بتاعها طلع 3. ليه؟ لان انا طول ما انا جوه الدايره في ديفينيشن لغايه لما اوصل ان انا اجي عند النقطه اللي هي ناقص واحد ما بقاش في ديفينيشن، فيبتدي الديفينيشن A يقف، وبعد كده بعد الناقص واحد بقى في ديفينيشن جديد اللي هو البي، اللي هو بيظهر بالنسبه لك كمعادلات لما مره تاخد الرقم هو اللي كومن فاكتور زي هنا، او مره تاخد القوس اللي اسمه زد ناقص 2 هو الكومن فاكتور فيبقى زي هنا. يبقى مهم قوي نفهم الدايرة بتاعتنا دي اترسمت ازاي، الريجن اوف فاليديتي ليه اتقسمت، ليه الفانكشن بتاعتنا ليها تعريفين. هي ليها تعريفين علشان الدايرة بتاعتنا اهو، هو طلب ان انا اعمل اكسبانشن اراوند البوينت 2 بس الفانكشن ليها سنجولر بوينت عند الناقص واحد، وبالتالي هتلاقي ان الريجن اوف فاليديتي اتقسم ان هو دايرة السنتر بتاعها 2 و
بتفضل تكبر لغاية لما توصل عند singular point. فيبقى ده التعريف الأولاني للفانكشن. بعد singular point يبقى التعريف التاني للفانكشن. وعشان كده الدومين بتاعنا تقسم لجزئين، عشان عندي دايرة center بتاعها 2 والradius بتاعها 3 علشان تكون تقطع عند الناقص 1 وبالشكل ده. يبقى ناخد بالنا هنا من نقطة مهمة، ان الدايرة بتاعتنا region of validity بتاعي دايما هيكون السنتر بتاعه هو النقطة اللي هو بيحدد ان تعمل expansion حواليها اللي هي زد نوت، والradius بتاعنا بتاع الدايرة دي هيكون لغاية لما توصل للsingular point اللي موجودة عندك. فده نقطة مهمة جدا. نقطة تانية مهمة، ودي برضو حاجة مهمة بالنسبة لنا، لو بصينا للشكل ده ممكن واحد يجي يقول لي يا باشمهندس انت ليه سبت التولت دي بره، احنا ممكن ندخل ده جوه، نخلي هنا ناقص 1 باور ان زاد ناقص 2 باور ان على 3 باور ان زائد 1، اللي هي 3 باور ان في الثلاثه اللي بره بقت 3 باور ان زائد 1. الحقيقه ان انت تكتب كده دي حاجه جميله، بس الحقيقه مش اجباري، يعني مش عليها درجه ان انت لو سبتها بالصور الاولانيه دي كان ما فيهاش مشكله لو سبتها كده، فبالتالي مش اجباري ان احنا نعمل كده. طيب هيجي واحد يقول يا باشمهندس طب هنا الكلام ده، ما هي برضو نفس الفكره، انا محتاج ان البراكت اللي بره ده اللي هو زد ناقص 2 ادخله جوه، فدي هنا 3 باور ان وهنا زد ناقص 2 مفروض باور ان، بس هيدخل واحد كمان من بره فتبقى زد ماينس 2 باور ان بلس 1. برضو نفس السؤال نفس الرد، ما عنديش ما فيش مشكله ان انت تسيبها في الصوره دي، مش غلط، مش حاجه تنقص عليها مدام، بس ده النقطه المهمه قوي ان كل زد ظهرت في الاكسبانشن بتاعي اسمها زد ناقص 2 سواء كانت جوه الاكسبانشن او براكت لوحده موجود بره. النقطة الثالثة ودي برضو نقطة مهمة، لو بصينا على الباورز اوف زد ناقص 2، احنا هنا خلاص كل تعاملنا مع زد ناقص 2 عشان هو طلب كده في البداية. طيب زد ناقص 2 هنا الباورز بتاعتها هتلاقيها طول عمرها بوزيتيف من ان بزيرو لما لا نهاية، فزد ناقص 2 هتبقى باور 0 باور 1 باور 2 باور 3 ما فيهاش اي باورز نيجاتيف. في الحالة دي بنسمي الاكسبانشن ده تايلور تايلور اكسبانشن او تايلور سيريز. لما يكون الباورز اللي ظهرت عندي كلها بوزيتيف في الحاله دي بنسميها تايلور اكسبانشن. طب لو الباورز بتاعتي طلعت نيجاتيف زي هنا كده بنسميها لورنت اكسبانشن، بس خلي بالك او لورنت سيريز، خلي بالك اللورنت مش معناها النيجاتيف، اللورنت معناها ان هي ان في نيجاتيف بس هي ممكن يبقى في بوزيتيف كمان. فده معناه ان لو الباورز بتاعتي كلها بوزيتيف بس بنسميها تايلور، لو في بوزيتيف وفي نيجاتيف بنسميها لورنت. فعشان كده الاي والبي مع بعض اللي هو الديفينيشن الاولاني والتاني مع بعض الاثنين مع بعض بنسميهم لورنت سيريز، لكن الاي لوحدها بنسميها تايلور. الاي لوحدها كل الباورز اللي فيها بوزيتيف فبنسميها تايلور، لكن الاي والبي مع بعض الاكسبانشن ظهر في المره الاولانيه او في المره الثانيه مع بعض الاثنين بنسميهم لورنت. يبقى نفهم من هنا الحكايه اللي اتقالت في اول السؤال خالص لما هو بيقول لي فايند اول لورنت سيريز فور فانكشن كذا، ده معناه ان هو عاوز كل الاكسبانشن بتاعت الفانكشن دي سواء الباورز فيها بوزيتيف او نيجاتيف. لو كان قال لي فاين تايلور سيريز بس يبقى هو عاوز الاكسبانشن اللي فيه الباورز بوزيتيف بس. يبقى دي نقطة مهمة ان احنا لما انا اجي ابص على الشكل بتاعنا لما اجي اقرا الصورة اللي مكتوبة قصادي رأس السؤال مهم، هل هو عاوز كل الباورز سواء موجبة او سالبة؟ يبقى هو بيطلب لما يطلب اللورنت يبقى هو عاوز كل الباورز البوزيتيف والنيجاتيف، لكن لو هو طلب ان هي هو فايند تايلور سيريز يبقى هو عاوز الباورز البوزيتيف بس، اللي هي لما باخد الرقم بس كومن فاكتور زي ما عملنا هنا كده، ان انا لما اخدت ال2 ماينس اي هنا او نيجاتيف 2 ماينس اي كومن فاكتور سواء في المساله دي او في المساله الثالثه الثانيه لما اخدت الثلاثه هنا كومن فاكتور، ده لو انا طلبت التايلور بس. لكن لو طلب ان هو عاوز تايلور سوري لورنت سيريز يبقى هو عاوز البوزيتيف ونيجاتيف كمان، يبقى هو عاوز الاثنين مع بعض.
يبقى عشان يعني خلاصة الحكاية دي، انت دايما بتدور على الصورتين بتوع الاكسبانشن، الا لو هو كان كتب في سؤال تايلور يبقى انت بتدور على الصورة الاولانية بس. لكن هو في الغالب دايما بيقول دكتور مكرم دايما بيقول كده فايند اول لورم سيريس، فانت دايما بتكون عاوز الشكلين بتوع الاكسبانشن. طيب بعد كده هنلاقي ان الفانكشن اللي انا اديتها لك اللي هي 1 over z minus 2 ولا 1 over z plus 1 شكلها سهل. طيب ممكن نلعب فيها ازاي او ممكن يبتدي الشكل يبقى اصعب ازاي؟ تعالوا نبص مع بعض. example 3 برضو find all Lorentz series f of z بتساوي z over z plus 1 وبرضو عاوزها in powers of z ناقص 2 power n. بقى في z فوق وz تحت، نفس القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. احنا هدفنا ان المفروض ان كل z تظهر تبقى اسمها z ناقص 2، فانا ممكن اعمل كده يبقى z اللي فوق خليها z ناقص 2 واللي تحت خليها z ناقص 2، او الاسهل ان انا اعمل long division، او ان هو ان انا اجمع فوق واحد واطرح واحد، فيبقى z زائد 1 على z زائد 1 1 ناقص 1 على z زائد 1. فالواحد ده already مش هيتفك، لان انت ممكن تتخيل الواحد ده كأنه z ناقص 2 power 0، فالready هو constant فمش هتلعب فيه. وال 1 over 1 over z plus 1 هو ده اللي انت هتتغير فيه، وهي دي نفس المسألة اللي احنا كنا لسه حلينها مع بعض ان هي 1 over z plus 1، فيطلع نفس السميشنز بالظبط ان هما a و b. يبقى نقدر نقول ان الشكل هنا هيطلع له صورتين، 1 minus السميشن اللي طلع هناك اللي هي كانت 1 على 3 سيجما من n بتساوي 0 لانفينيتي ناقص 1 باور n z ناقص 2 على 3 باور n، وكان ال region of validity بتاعها ان موديل z ناقص 2 اقل من 3. والصورة التانية لو كنت اخدت z ناقص 2 هي اللي common factor فتبقى في الشكل ده. والشرط بتاعنا ان magnitude z ناقص 2 اكبر من التالت، ويبقى بالصورة دي. يبقى لو انا عندي فوق بسط ومقام بالشكل ده عادي جدا، هعمل هشتغل ان انا اعمل لونج ديفيجن علشان الزد موجوده فوق وتحت، فاعمل لونج ديفيجن فاقدر احل المساله بتاعتي. طيب هيجي واحد يقول لي طب افرض يا باشمهندس المساله اللي موجوده فوق، يعني مثلا اكزامبل 4 الرقم اللي موجود فوق بالصوره دي مثلا زد سكويرد على z زائد 1. طيب نعمل اللونج ديفيجن بتاعتنا، نعمل الديفيجن نفسه هنا z سكويرد هنا z زائد 1 تبقى z نضرب تبقى z سكويرد زائد z نطرح فتبقى هنا نيجاتيف z، نرجع نعمل الديفيجن تاني تبقى ناقص 1 نضرب تاني تبقى ناقص z ناقص 1 ونطرح تبقى 1. فده معناه ان الترم ده هو عبارة عن z ناقص 1 زائد 1 على 1 زائد على z زائد 1. طيب الواحد قلنا constant ممكن نعتبره هو z ناقص 2 power n power 0، ده اللي احنا اشتغلناه في example 2. طيب وده نفس الحكاية، أنا عاوز كل زد تظهر تبقى اسمها زد ناقص 2، يبقى هعمل هنا زد ناقص 2 زائد 2 ناقص 1 زائد 1 على زد ناقص 2 زائد 3، فتبقى الصورة بتاعتنا أنا عندي constant اللي هو ناقص 1 اللي هو سوري زائد 1 اللي هو 2 ناقص 1 زائد زد ناقص 2 ده الباور بتاعها 1 زائد الترم ده اللي هو بقى هيظهر له الصورتين A و B، سواء بقى اخدت التلاتة common factor او اخدت Z ناقص 2 common factor فهيظهر له الصورتين اللي احنا عملناه. ويبقى برضو الفانكشن ليها two definitions، الدفنيشن الاولاني
1 plus z ناقص 2 plus ال a فده في region of validity الأولاني أو 1 plus z ناقص 2 plus ال b ده في ال region of validity التاني. تمام؟ ففي النهاية أنت بتعمل لما يكون أن أنت عندك حاجة فوق في ال في numerator في البسط فبتعمل long division لغاية لما تحوله لرقم ممكن يظهر عندك يظهر لك بره ثابت أو يظهر لك بره الحالة العامة حاجة بالشكل ده. فيبقى لو ظهر زد يبقى أنا عايز أخليها زد ناقص 2 فأطرح منها 2 وأجمع 2 والرقم هسيبه زي ما هو والترم بقى اللي فيه الديفيجن هو ده اللي أنا هشتغل عليه زي ما اشتغلنا في example 2. طبعا في ناس بتيجي تتلخبط وتقول لي البراكت ده يا باشمهندس هنعمل فيه ايه، هو اوريدي البراكت ده مظبوط زد ناقص 2 فخلاص هو اوريدي ان باورز اوف زد ناقص 2 لان هو زد ناقص 2 باور 1 فده مش محتاج اكسبانشن هو اوريدي خلاص مظبوط زي ما هو. ماشي طيب تعالوا نبص على يعني اللي فات ده كله افكار سهله، تعالوا نبص هو الموضوع ممكن يبتدي يبقى اصعب ازاي. موضوع يبتدي يبقى أصعب لو كانت الدينومينيتور المقام هو اللي من الدرجة التانية. تعال نبص كده على المسألة دي، 3 على 3 ناقص 2 زد زائد 2 زد ناقص زد سكويرد. طيب الشكل ده احنا عندنا هنا 3 على 3 زائد 2 زد ناقص زد سكوير. الصورة دي الشكل ده انا عندي في المقام قوس من الدرجة التانية. قوس من الدرجة التانية يبقى انا مقدرش اشتغل الاكسبانشن بالقانون اللي انا حافظه اللي هو 1 over 1 plus z و 1 over 1 minus z. فبالتالي انا اول حاجة اعملها ان انا لازم اروح احلل المقام. يبقى اول شغل عندي او اول step هنا ان انا احلل المقام. طبعا المقام ده هنلاقي ان التحليل بتاعه هيطلع في الصورة دي هنا زد زد واحنا منهم موجبة والتانية سالبة. هنلاقي هنا التلاتة وهنا واحد بالصورة دي. طيب بعد كده برضو هو لسه هم كل براكت من الدرجة الأولى بس هم مضروبين في بعض برضو ما اقدرش اشتغل expansion في الصورة دي. فيبقى الستيب رقم 2 هي البارشال فراكشن ان انا ابتدي اقسم التو براكتس بتوعنا لاي مثلا اي 1 على 1 زائد زد زائد اي 2 على 3 ناقص زد. طيب طبعا اي 1 واي 2 ازاي اجيبهم ده الشغل بقى بتاع البارشال فراكشن احنا اخدناه في اعدادي واخدناه السنه اللي فاتت في لابلاس. فبأي طريقة ممكنة هنروح نلاقي ان ال A1 هتطلع 3 على 4 وال A2 هتطلع برضو 3 على 4. طيب يبقى احنا عملنا فكينا ال f of z ال 2 fractions 3 على 4 على 1 زائد زد و 3 على 4 على 3 على زد. طيب هو هنا مثلا معلش بس نسيت اكتبها هو هنا عاوز ال expansion in powers of z ناقص 1 power n. طيب نبتدي نعمل ايه؟ طيب خلينا نقول نبتدي ناخد كل فراكشن منه لوحده. يعني انا عندي الفراكشن الاولاني 3 على 4 على 1 بلس زد عايز الفراكشن ده اخليه ان باور زد ناقص 1 باور ان. يبقى لازم اول حاجه اعملها الستيب بقى الاولانيه العاديه ان انا لازم كل زد اخليها زد ناقص 1 فيبقى انا طرحت 1 اجمع 1 فتبقى كانها 2 زائد زد ناقص 1. طيب الفراكشن ده هيبقى ليه صورتين يا اما اخد الاثنين هي العامل المشترك فلو اخدت الاثنين بره كومن فاكتور هيفضل 1
على 1 زائد زد ناقص 1 على 2، فده هيساوي طبعا 3 على 4 على 2 دي 3 على 8، والإكسبانشن هنا 1 على 1 زائد زد فتبقى ناقص 1 باور n في زد ناقص 1 على 2 باور n. والريجن اوف فاليديتي هيبقى ماجنيتيود زد ناقص 1 على 2 اقل من 1، او هو ممكن يتكتب ماجنيتيود زد ناقص 1 اقل من 2، او بدل ما ياخد الاثنين هي اللي كومن فاكتور هياخد الزد ناقص 1 هي اللي كومن فاكتور، يبقى 3 على 4 على زد ناقص 1 هي دي اللي انا هاخدها كومن فاكتور، فهيظهر عندي 1 على 1 زائد 2 على زد ناقص 1، فده هيساوي 3 على 4 على زد ناقص 1 في سمشن من n بتساوي 0 لانفينيتي ناقص 1 باور n 2 على زد ناقص 1 باور n، والشرط هنا ان ماجنيتيود 2 على زد ناقص 1 اقل من الواحد، او نقدر نقول عليه ماجنيتيود زد ناقص 1 اكبر من الاثنين. خلينا نسمي هنا مثلا ده i، ده الاكسبانشن i وده دبل i، الاثنين دول هما الشكل بتاع الاكسبانشن ل 3 على 4 على 1 زائد زد اللي هو الجزء ده من ال f of z. نفس الكلام نعمله للجزء الثاني اللي هو 3 على 4 على 3 ناقص z، 3 على 4 على 3 ناقص z، انا عاوزها in powers of z ناقص a ناقص 1، يبقى هنا اخليها زد ناقص 1، فيبقى انا هنا جمعت 1 فهطرح 1 من التلاتة تبقى 2، يبقى بقى ده الشكل بتاعنا. برضو اوكي، برضو مرة اخد الاتنين common factor فتبقى 3 على 4 على الاتنين في 1 على 1 ناقص زد ناقص 1 على 2، فدي تبقى 3 على 8 في السميشن من n بتساوي 0 لانفينيتي زد ناقص 1 على 2 باور n، بشرط ان ماجنيتيود زد ناقص 1 على 2 اقل من الواحد، او نقدر نقول عليه ماجنيتيود زد ناقص 1 اقل من 2، ده كذا، او بدل ما ياخد الاثنين هي اللي كومن فاكتور هياخد الزد ناقص 1، فيفضل هنا 1 على 1 سوري هياخد بقى نيجاتيف زد ناقص 1، فيفضل 1 ناقص 2 على زد ناقص 1، فدي تبقى برضو هتساوي ناقص 3 على 4 على زد ناقص 1 في سيجما من n بزيرو لانفينيتي 2 على زد ناقص 1 باور n، نطلع region of validity model زد ناقص 1 اكبر من الاثنين. طيب برضو هسمي هنا ده 3 وده 4. طيب بتيجي بقى مشكلة، واللي هنا بتبقى مهمة بالنسبة لنا، لازم الخطوة الاخيرة هنا اللي هي لازم تتعمل، ان انت المفروض تجمع الفراكشن ده على الفراكشن ده، او المفروض ان f of z عبارة عن مجموع الاثنين. طيب الفراكشن الاولاني يطلع له تعريفين اللي هو الاي والدبل اي، الفراكشن التاني يطلع له تعريفين برضو ان هما التريبل اي والاي في. طيب هجمع مين على مين؟ اللي هيحكمني هو region of validity، عشان كده بيكون مهم في المسألة اللي فيها اكتر من فراكشن تحت، او اللي فيها القوس اللي تحت من الدرجة التانية، ان انا ارسم الدايرة بتاعتنا او ارسم الدوائر بتاعتي. فتعال نرسمها كده هنا، الدوائر بتاعتنا كلها ماجنيتيود زد ناقص 1، السنتر بتاعها 1 والريديوس بتاعها 2، يبقى في الزد بلين اللي هو الاكس واي بلين انا عايز دايرة السنتر بتاعها 1 والريديوس بتاعها 2.
بالنسبة للدايرة دي هلاقي هنا ان التعريف I هو magnitude زد ناقص واحد اقل من الاثنين، ده region of validity بتاعته يعني جوه الدايرة، لكن الدبل I magnitude زد ناقص واحد اكبر من الاثنين يعني بره الدايرة، يبقى الI موجود هنا لكن الدبل I موجود هنا. طيب بالنسبة للفراكشن الثاني التريبل I magnitude زد ناقص واحد اقل من الاثنين، magnitude هنا magnitude زد ناقص واحد اكبر من الاثنين اللي هو الI V، فيبقى برضو التريبل I موجود جوه الدايرة لكن الI V موجود جوه الدايرة بره الدايرة. يبقى في الحالة دي الـ F و Z بتاعتنا هيبقى ليها two definitions. لو أنا جوه الدايرة هتلاقي إن أنت لو جوه الدايرة هتلاقي نفسك بتجمع I و triple I، يبقى لو أنت جوه الدايرة هتجمع I زائد triple I. طب لو انا بره الدايره هتلاقي ان اللي موجود بره الدايره هنا هو الدبل اي والاي في، يبقى هما دول اللي يتجمعوا على بعض، يبقى انا عشان بره الدايره فانا هجمع دبل اي زائد اي في بالصوره دي، ويبقى الفانكشن بتاعتنا ليها تعريفين، تعريف جوه الدايره وتعريف بره الدايره. طبعا انا هنا كتبت اي زائد تريبل اي دبل اي زائد اي في، الصح ان انت في الامتحان تكتبهم بقى تاني، ترجع تكتب التعريف اي ده اللي هو من هنا كده اللي هو احنا جبناه اهو 3 على 8 في سيجما كل الكلام ده مع بعض ده الاي والدبل اي، ترجع بقى تكتب الكلام ده تاني هناك في الايه في اخر خطوة عندك في المسألة او اللي هو الشكل ده يعني. اوكي طيب تاني خلينا ناخد مسألة تانية على نفس الفكرة example 6 f z بتساوي مثلا z زائد 5 على z squared ناقص 4z زائد 3، هو هنا عاوز الـ expansion in powers of z minus i. يبقى برضو أول خطوة نشتغل عليها إن أنت تعمل تحليل المقام factorize، هتلاقي ان المقام بتاعك هيتحلل z ناقص 3 في z ناقص 1، وبعد كده تعمل partial fraction فتبقى z ناقص 3 فوقيها constant وهنا z ناقص 1 وفوقيها constant. ازاي تجيب ال constant اللي هنا مثلا نسميها a1 و a2 بأي طريقة سهلة انت تعرفها. تلاقي ان الـ A1 هتطلع بـ4 والـ A2 هتطلع بناقص 3. يبقى انا عرفت الـ 2 fractions بتوعنا بكام، ابتدي اشتغل لكل fraction منهم لوحده. الـ fraction الاولاني 4 على z ناقص 3. طيب هو هنا ما ننساش هو عاوز الـ expansion in powers of z minus i power n، يبقى انا عاوز هنا كل z تظهر اخليها z minus i، يبقى انا طرحت i يبقى لازم اجمع i، فبقى عندي 2 brackets اهم. هبتدي مرة اخد الرقم اللي هو 3 plus i هو اللي common factor، تبقى z على 3 plus i، فيفضل هنا 1 على 1 زائد z minus i على 3 plus i، فده هيساوي الـ 4 على 3 plus i زي ما هي
وهنا ده سيجما ان تساوي 0 لانفينيتي، الإشارة اللي في النص زائد يبقى ناقص 1 باور n زد ماينس اي على 3 بلس اي باور n. والريجن اوف فاليديتي بتاعها ان ماجنيتيود زد ماينس اي على 3 بلس اي اقل من الواحد، فدي هتبقى ماجنيتيود زد ماينس اي اقل من ماجنيتيود 3 بلس اي اللي هي جذر 10، يبقى ده اي. ده اول تعريف. او بدل ما اخد ده كومن فاكتور اخد الزد ناقص اي هي اللي كومن فاكتور، فيدينا يبقى اور هياخد الزد ناقص اي هي اللي كومن فاكتور، فتبقى 4 على زد ناقص اي، فهتلاقي هيفضل عندك 1 على 1 زائد 3 بلس اي على زد ماينس اي، فتلاقي الكلام ده يطلع 4 على زد ماينس اي في سيجما من ان بزيرو لانفينيتي ناقص 1 باور ان 3 بلس اي على زد ماينس اي باور ان. وتلاقي ان الريجنال فاليتي بتاعته هيطلع العكس بتاع الاولاني اللي هو بره الدايره دي، وهنا يبقى ده الاكسبانشن هسميه برضو دبل اي. طيب نفس الكلام هنعمله للفراكشن التاني اللي هو 3 ناقص 3 اللي هو ده ناقص 3 على زد ناقص 1، يبقى برضو نفس الكلام بالنسبة للفراكشن التاني ناقص 3 على زد ناقص 1 على خليها زد ماينس اي، يبقى نقول زد ناقص اي، بس انا كده طرحت اي يبقى هرجع اجمع اي، فده هيساوي ناقص 3 زد ماينس اي ماينس 1 ماينس اي. فابتدي اعمل برضو مرة اخد الرقم هو اللي كومن فاكتور، يبقى اخد الواحد ناقص اي كومن فاكتور بس اخدها بالنيجاتيف، فهيديني هنا 1 وتحت تبقى 1 ناقص زد ماينس اي على 1 ماينس اي، فتلاقي ان الاكسبانشن هنا هيطلع 3 على 1 ناقص اي في سيجما من ان بزيرو الانفينيتي زد ماينس اي على 1 ماينس اي باور ان، بشرط ان ماجنيتيود زد ناقص اي على 1 ناقص اي اقل من الواحد، او ماجنيتيود زد ناقص اي اقل من جذر 2. اما نحسب ماجنيتيود 1 ناقص اي اللي تحت دي هتطلع بجذر 2، ده هسميه تريبل اي. نمرة، او بدل ما اخد الرقم هو اللي كومن فاكتور اخد الزد ناقص اي هي اللي كومن فاكتور، فيبقى الشكل 3 على زد ناقص اي في 1 على 1 ناقص 1 ناقص اي على زد ناقص اي، فيطلع الصورة بالشكل ده في سيجما من ان بزيرو الانفينيتي 1 ناقص اي على زد ناقص اي باور ان، ويطلع الريجن اوف فاليديتي بتاعها موديل الزد ناقص اي اكبر من جذر 2، ده هسميه اي في. تيجي المشكلة اللي هنا في المسألة دي بقى، دي مشكلة برضو اللي احنا قلنا عليها في المسألة اللي فاتت في example 5. انا هجمع مين على مين؟ يعني انا عندي دلوقتي 2 fractions، fraction 4 على زد ناقص 3 وناقص 3 على زد ناقص 1. fraction 4 على زد ناقص 3 طلع له تعريفين i و double i، fraction ناقص 3 على زد ناقص 1 اهو طلع له برضو تعريفين تريبل اي واي في. هجمع بقى مين على مين؟ انا المفروض اجمع التو فراكشنز على بعض، هجمع مين على مين؟ عشان نعرف الحكايه دي هنا اجباري ان انا لازم ارسم. طيب ارسم الدومينز اللي ظهرت عندي. الدومينز اللي ظهرت عندي كان شكلها كده، الاكس واي بلين ظهر عندي. الدومين الاولاني ماجنيتيود زد ناقص اي، مره كان اصغر
من جذر 10 مرة أكبر من جذر 10، هي دايرة السنتر بتاعها الاي والريديوس بتاعها جذر 10، فهي مثلا دايرة بالشكل ده. الريديوس هو هنا ايه؟ جذر 10. طيب و ظهر دايرة تانية ماجنتيود زد ناقص اي اصغر من جذر 2 او اكبر من جذر 2، فهي الدايرة برضو السنتر بتاعها اي والريديوس بتاعها جذر 2، فهي دايرة اصغر شوية بالشكل ده. هنا الريديوس هنا جذر 2. طيب ابتدي اشوف انا جوه الدايرة مين اللي موجود جوه الدايرة ومين اللي موجود بره الدايرة. تعال نبص كده، اول تعريف خالص اللي هو اللي احنا سميناه اي موجود جوه الدايرة الكبيرة اللي هي جذر 10، يبقى نيجي هنا في الدايرة الكبيرة بتاعتنا هنلاقي جواها التعريف اسمه اي، بس هو جوه الدايرة الكبيرة يعني برضو موجود هنا، هو في كل المساحة اللي جوه الدايرة الكبيرة، بما ان الدايرة الصغيرة دي انكلودد جواها يبقى برضو جوه الدايرة الصغيرة. لما نيجي نبص على التعريف دبل اي نلاقيه موجود بره الدايرة الكبيرة، فيبقى انا دبل اي موجود بره الدايرة الكبيرة. تاني التعريف تريبل اي اللي هو ده، تريبل اي موجود جوه الدايرة الصغيرة، يبقى انا هنا جوه الدايرة الصغيرة في تريبل اي. طيب اخر تعريف خالص اللي هو الاي في موجود بره الدايره الصغيره، يبقى نرجع للدايره الصغيره بتاعتنا، بره الدايره الصغيره هو الاي في. طب هل هي الحته دي بس هي اللي بره الدايره الصغيره؟ لا، وهنا كمان هو اي في بره الجذر 2، براها بقى يبقى من اول الجذر 2 لغايه ما لا نهايه، هو اكبر من جذر 2 فهو موجود في اي حته بره الجذر 2. لو بصينا على الصورة دي ده معناها ان الـ f of z اصبح الريجن بتاعها الدومين بتاعها اتقسم لتلات اجزاء، الجزء ده اللي هو جوه الدايرة الصغيرة، والجزء ده اللي هو ما بين الدايرتين، والجزء ده اللي هو بره الدايرة الكبيرة. فده معناه ان الـ f of z بقى ليها تلاتة definitions. الديفينيشن الاولاني اللي هو جوه الدايرة الصغيرة أو ما بين الدايرتين، ما بين الجذر 2 والجذر 10، أو جوه الدايرة سوري بره الدايرة الكبيرة. طيب نرجع للرسمة، جوه الدايرة الصغيرة، جوه الدايرة الصغيرة هنا في I وتريبل I، يبقى أنا هجمع الـ I زائد التريبل I. ما بين الدايرتين هلاقي في اي وفي اي في، يبقى انا هجمع الاي زائد الاي في. بره الدايره الكبيره هتلاقي دبل اي واي في، يبقى انا هجمع الدبل اي زائد الاي في. طيب الحاجه اللي احنا وصلنا لها دي، المساله اللي احنا وصلنا لها دي الحقيقه مهمه جدا، الفكره اللي احنا وصلنا لها هنا هي الفكرة من البداية. لو بصينا على بداية المسألة أساسا هتلاقي إن الفانكشن اللي هي في الصورة دي ليها two singular points اللي هي الواحد والتلاتة. أنا بعمل expansion around the i، فده معناه إن الدايرة بتاعتي السنتر بتاعها الاي. طب الراديوس بتاعها، شرحنا الحكاية دي في أول مسألتين إن الراديوس بتاع الدايرة بيحددوا singular point، إن الدايرة السنتر بتاعها هو النقطة اللي أنا بعمل expansion حواليها اللي هي هنا الاي، لكن الراديوس بتاع الدايرة أنا واقف عند الاي، الدايرة بتاعتي ده السنتر. طب الراديوس، الراديوس بتاعي هيحدده singular point. طب أنا عندي singular point عند الواحد وsingular point عند التلاتة، فهيظهر لي دايرة center بتاعها اي والراديوس بتاعها يخليها تقطع عند الواحد، ودايرة تانية تقطع عند التلاتة. هتلاقي ان الدايرة دي هي دي الراديوس بتاعها جذر 2، والدايرة دي هي اللي الراديوس بتاعها جذر 10 اللي احنا رسمناهم بالفعل هناك.
ففعليا ليه الفانكشن هنا اللي طلع ليها ثلاثة definitions؟ لأن الفانكشن هنا ليها اتنين singular points، وأنا بعمل expansion around the i، فبالتالي الاكسبانشن ده خلى إن أنا عندي دايرتين، فيا إما جوه الدايرة الصغيرة يا إما ما بين الدايرتين يا إما بره الدايرة الكبيرة، وبالتالي أنا كده عندي ثلاثة definitions للفانكشن. طيب هيجي واحد يسأل، طب اشمعنى يا باشمهندس في المسألة اللي فاتت؟ ما هي المسألة اللي فاتت برضو الفانكشن كان ليها two singular points اللي هي التلاتة وناقص واحد اهي هنا، بس طلع لها تعريفين بس اللي احنا طلعناه اهو، ان الفانكشن طلع ليها تعريفين بس، طلع فيها رسم الدايرة واحدة وطلع لها تعريفين بس. تعالوا نفهمها هنا. لو انت جيت طبقت نفس الكلام هنا، انت عندك انا عاوز الاكسبانشن اراوند الواحد، فانت هتيجي تقول يبقى الدايرة بتاعتي السنتر بتاعها هو الواحد. طيب الراديوس بتاعها هشوف هنا السنجلر بوينت، عندي سنجلر بوينت عند التلاتة وسنجلر بوينت عند الناقص واحد. فلما تيجي ترسم دايرة السنتر بتاعها واحد وبتمر بالناقص واحد هتلاقيها برضو بتمر بالتلاتة، فده معناه ان هي نفس الدايرة اللي عليها التو سنجلر بوينت، فعشان كده طلع عندي تو ديفينيشنز، واحد جوه الدايرة دي وواحد بره الدايرة دي. اوكي، وبالتالي هنا ظهر دايرة واحدة بس، وبالتالي الريجن اتقسم لاتنين. لكن في الطبيعي ان لما بيكون عندي تو سنجلر بوينتس زي المسألة دي، زي المسألة دي اتنين سنجلر بوينتس اللي هي التلاتة والواحد، الطبيعي ان يظهر عندي دايرتين، لان كل سنجلر بوينت هتبقى ليها دايرة واحدة، وبالتالي الريجن بتاعتي تقسم للتلاتة. وبالمثل لو فرضنا ان المقام بتاعي هو زد باور تلاتة، يبقى هيتقسم لتلات دوائر، يبقى عنده تلاتة سنجلر بوينتس، يبقى انا عندي تلات دوائر، يبقى عندي تلات دوائر بالشكل ده ايا كان بقى السنتر بتاعها ايه، فيبقى عندي ثلاث دوائر، يبقى انا عندي ريجن جوه الدايره الصغيره ما بين الدايره الصغيره والوسطانيه، ما بين الدايره الوسط والكبيره واكبر، وبره الدايره الكبيره، يبقى هتلاقي الاف اوف زد اتقسم لاربع. دي عمرها ما حصلت في امتحان، عمر ما دكتور مكرم جاب ان المقام يبقى زد باور ثلاثه، دايما المقام بتاعنا كان بيبقى اقصى حاجه ليه زد سكويرد، وبالتالي كان اقصى حاجه بتكون مساله زي الشكل ده. طيب لسه في كذا فكرة، بس أنا عاوز أنبه على حاجة مهمة أوي. إحنا في الأول كنا شرحنا كلمة إيه الفرق ما بين تيلور ولورنت. تيلور لما يكون الباورز بتاعتنا كلها بوستيف، لورنت لما يكون الباورز بتاعتنا فيها بوستيف وفيها نيجاتيف. طيب دايما هتلاقي إن التيلور بتظهر أهي، زي مثلا ده كان أول إكزامبل خالص اشتغلنا عليه، ان التيلور دايما بتظهر جوه الدايره الصغيره، جوه اول دايره عندك. بمعنى اصح التيلور بتظهر قبل ما تعدي على اي سنجلر بوينت، فبالتالي لما تلاقي ان الفانكشن هنا الدايره بتاعتنا هي اللي هي الدايره السوداء دي جواها اللي هو الاي، هتلاقي ان الاي ده اهو هتلاقيه كل الباورز اللي فيه بوزيتيف، لان انا لسه ما عديتش على اي سنجلر بوينت. اول ما تعدي على سنجلر بوينت فاللي هو جاب بقى الديفينيشن الجديد اللي هو البي، هتلاقي ان البي هنا ظهر فيها زد ماينس اي تحت في المقام، فظهر فيها الباور نيجاتيف اللي هي اللورنت. فده معناه ان طول لو انا لسه قبل ما اعدي على اي سنجلر بوينت تلاقي دايما الباورز اللي بتظهر عندي كلها بوزيتيف، لو عديت على سنجلر بوينت يبقى الباورز اللي بتظهر عندي يبتدي يظهر فيها النيجاتيف. طيب هل الكلام ده فعليا يتطبق في كل المسائل؟ تعال نبص كده على مسألة خمسة اللي كان فيها هنا كده، دي كانت المسألة خمسة اللي طلع فيها الفانكشن ليها تعريفين i زي تريبل i جوه الدايرة جوه الدايرة ودبل i واي في بره الدايرة. طيب تعال نبص i وتريبل i، تريبل i اهو هتلاقي كل الباورز اللي فيه بوزيتيف، i اللي هو اهو هتلاقي كل الباورز اللي فيها بوزيتيف، يبقى انت هتجمع ترمين الزد ناقص واحد فيهم دايما الباورز بتاعتهم بوزيتيف، فهتلاقي ان اللي جوه الدايره فيهم تيلور، هما تيلور. بره الدايره بقى اللي هو مثلا زي الدبل اي هتلاقي ظهر فيه زد ناقص واحد في المقام اهو باور ان، بس هي تحت في المقام، فالباورز بتاعتها كلها هتبقى بالنيجاتيف، فده معناه ان بقى في نيجاتيف بيظهر. ليه؟ لان انت فعليا عديت اهو على السنجلر بوينت، في المساله دي كان في سنجلر بوينت عند الناقص واحد وعند الثلاثه، فانت عديت على السنجلر بوينت.
نفس الحكاية هنا. تعال نبص للشكل ده، هتلاقي جوه الدايرة الصغيرة اللي هو هنا، اللي هي هنا دي كده I زائد تريبل I. لو بصيت على الاي هتلاقي ان الاي اهي الباورز اللي فيها كلها زد ناقص اي باور ان، والان من زيرو لانفينيتي، فهي الان طول عمرها بوزيتيف، فهنا الباورز كلها بوزيتيف. التريبل اي هتلاقيها اهي برضو هنا زد ناقص اي باور ان، وبرضو ان من زيرو لانفينيتي. ليه؟ لان انا لسه جوه الدايره الصغيره. بعد ما هتعدي من الدايره، يعني بعد ما عدينا من الدايره الصغيره ما بين الدايرتين، بقت اي واي في. الاي في اللي ظهرت دي هتلاقيها فيها باورز نيجاتيف. يعني لو بصيت هنا ادي الاي في، الباورز هنا اهي زد ناقص اي، لما تطلع فوق تبقى باور نيجاتيف ان، فبالتالي هيبقى فيها باورز نيجاتيف. هتلاقي ان الزد ناقص اي الترم اللي انت بتدور عليه الباورز بتاعته هنا نيجاتيف. يبقى احنا حاطين في دماغنا دايما ان انا طول ما انا جوه قبل ما اعدي على اي سنجلر بوينت دايما الباور بتاعتي هتبقى تيلر، دايما هتبقى بوزيتيف، فدايما هيبقى الاكسبانشن ده اللي هو التيلر. طبعا ده بيسهل عليا ان لو فرضنا ان في المساله دي هو ما كانش بيقول لي فايند اول لورنت سيريز، لا هو كان بيقول لي فايند تيلر سيريز بس، يبقى انا كنت كل انا محتاجه هو جوه الدايرتين، جوه الدايره الصغيره، فبالتالي انا كنت محتاج بس الحته دي اللي هو الاي والتريبل اي، فمش محتاج اجيب الاي في ولا الدبل اي. تمام. طيب يبتدي يظهر معانا فكره جديده برضه، او فكره كمان اخرى، مجرد بس افكار، يعني مش حاجه صعبه، مش حاجه جديده، مجرد ان احنا عندنا فكره المساله ممكن تبقى عامله ازاي. لو فرضنا ان الاف اوف زد اللي هي نفترض الصوره اللي احنا كنا اي شكل، نفترض ان هي كده 2 على زد سكويرد ناقص زد، وهو هنا عاوزها ان باورز اوف زد ناقص 1 باور ان. طيب هنيجي قلنا اول حاجه ان انا باجي للمقام وحلله، طبعا هنا المقام سهل، زد في زد ناقص 1. طيب هنا انا مش محتاج اعمل partial fraction. ليه مش محتاج اعمل partial fraction؟ لانه already في bracket اسمه زد ناقص 1 اهو، هو عاوز امبارت زد ناقص 1، فاوريدي ده مظبوط ان هو زد ناقص 1. اللي فاضل هنا هو الترم ده 2 اوفر زد، هو ده اللي انا محتاج اعمل له الاكسبانشن، فده اللي انا محتاج اطرح منه 1 عشان تبقى اسمها زد ناقص 1، فهجمع عليها 1 فتبقى بالصوره دي. يبقى البراكت ده هو ده اللي انا مره هاخد الزد ناقص 1 كومن فاكتور، مرة هاخد هي اوريدي مظبوطة مش محتاج اخد حاجة common factor، فيبقى مرة هي الاتنين دي بس هطلعها برة، فتبقى 1 على 1 زائد حاجة، فتبقى سيجما ناقص 1 باور ان زد ناقص 1 باور ان، والان من 0 لانفينيتي، وتلاقي ده بشرط ان موديل الزد ناقص 1 اقل من الواحد، او or في المرة التانية هاخد الزد ناقص 1 هي اللي كومن فاكتور، فتلاقي هنا زد ناقص 1 تربيع في 1 على 1 زائد 1 على زد ناقص 1، فيبقى ده هيساوي تربيع في سيجما ناقص 1 باور ان 1 على زد ناقص 1 باور ان، برضو الان من 0 انفينيتي، وتلاقي ان الريجن اوف فاليديتي هنا ماجنيتيود زد ناقص 1 اكبر من الواحد. طيب دول التو اكسبانشنز بتوعنا، ده اللي احنا ممكن نسميه مثلا A و B. هنا انا محتاجتش ان انا اعمل partial fraction، هو مش غلط بس هو الفكره انا مش محتاجه في حاجه، لان اوريدي في براكت من الاثنين هو ده اللي انا عاوزه يظهر، انا عاوز زد ناقص 1 هي اللي تظهر، فالترم ده انا مش محتاج اعمل له expansion. هو انا امتى بضطر ان انا اعمل expansion؟ لو بصينا في المساله اللي فاتت، في المساله دي امتى بضطر ان انا اعمل partial fraction؟ انا كده كده عاوز اعمل expansion، بس في المسألة دي طلع عندي two brackets،
التو براكتس ده لوحده هيبقى ليه اكسبانشن، وده لوحده هيبقى ليه اكسبانشن. ما ينفعش ان انا اقول تو اكسبانشنز مضروبين في بعض، لان دي حاجه انا ما اقدرش اعملها سمبليفاي. فهو فعليا الصح هنا مش ان انا اعمل تو اكسبانشنز مضروبين في بعض، فكنت مضطر ان انا اعمل البارشال فراكشن عشان اخليهم اكسبانشن زائد اكسبانشن. ساعتها يبقى عندي تو اكسبانشنز مجموعين على بعض، اه ده ممكن اتعامل معاه ماشي. لكن هنا في المسألة اللي احنا بقى بنحلها دلوقتي، التو اكسبانشنز هنا او سوري الاكسبانشن اللي هو بتاع الترم ده اوريدي مضروب في البراكت 1 اوفر زد ناقص 2 ناقص 1، فهو كل ده مجرد هيدخل جوه بالصورة دي. عشان نفهم الحكاية دي اكتر خليني افهمها كده. هل لو انا قلت هي بس هعملها في صفحة لوحدها كده، لو احنا قلنا e power z زائد كوزين z، الاكسبانشن بتاع الاي باور زد اللي احنا جبناه من شويه هو زد باور ان على فاكتوريال ان، والان من 0 لانفينيتي. الكوزاين هو سيجما برضو زد باور 2 ان ناقص 1 باور ان على فاكتوريال 2 ان. الشكل ده اقدر اتعامل معاه، اقدر افك دي لوحدها وافك دي لوحدها واجمعهم على بعض، اقدر ان انا اتعامل مع الصوره دي. بل انا اصلا ممكن ابقى واخد بالي ان لو الان برقم، الان دي برقم فردي هيبقى هنا في نيجاتيف، هتلاقي في ترم هنا بيتشطب مع ترم شبهه الناحيه دي بس. فلو انا فكيت دي مثلا هتبقى 1 زائد زد زائد زد تربيع على فاكتوريال 2 زائد زد باور 3 على فاكتوريال 3 زائد زد باور 4 على فاكتوريال 4 وهكذا، وهفك دي 1 ناقص زد تربيع على فاكتوريال 2 زائد زد باور 4 على فاكتوريال 4 وهكذا، الاقي ان ده مثلا بيتشطب مع ده، فلاقي ان في ترمات سهله تختصر مع بعض. لكن لو كانت الصوره كده e باور زد في كوزين زد هيبقى السميشن مضروب في سميشن، هيبقى براكت كده 1 زائد زد زائد زد سكويرد على فاكتوريال 2 زائد نقط مضروب في 1 ناقص زد سكوير على فاكتوريال 2 زائد زد باور 4 على فاكتوريال 4 وهكذا. فانت فعليا عاوز تضرب انفينيت تيرمز في انفينيت تيرمز، فالموضوع هنا صعب وغلس ان انت تعرف تعمله. فعلشان كده في السميشنز دايما ما نفضلش ان يبقى عندي 2 سميشنز الاشاره اللي بينهم حاصل ضرب، دايما لو في 2 سميشنز يبقى مجموعين. عشان كده في المساله اللي هي هنا دي، لما طلع انا عارف ان ده هيبقى ليه سميشن لوحده وده ليه سميشن لوحده، فخليت ده لوحده بلس ده، يبقى بحيث ان يبقى عندي سميشنز اللي تطلع تبقى مجموعه. لكن في المساله اللي احنا اوريدي بنحلها دلوقتي اللي هي دي، انا ده لوحده مش هيبقى ليه سميشن، ده اوريدي مظبوط على البراكت فده مش هيبقى ليه سميشن، وده هيبقى ليه سميشن. فسميشن مضروب في حاجه ما فيهاش مشكله، لكن سميشن مضروب في سميشن هي دي المشكله. يبقى دايما لو انا عندي تو براكتس في المقام، المفروض الصح ان انا اعمل partial fraction، احط البراكت ده لوحده زائد البراكت ده لوحده، او الفراكشن ده لوحده زائد الفراكشن ده لوحده. الاستثناء الوحيد للحكاية دي هي لو كان عندي واحد من تو براكتس هو اللي انت already عاوز توصل له، هو ده اللي هو بيدور عليه، فخلاص يبقى already ده لوحده خلاص مظبوط، والتاني نشتغل عليه زي اول مسألتين لان هو كأنه براكت من الدرجة الاولى في المقام، فالموضوع سهل. طيب هل ده الاختلاف الوحيد؟ الحقيقة لا. لو جينا بصينا هنلاقي ان في الحالة بتاعت نمبر A دي اللي هي لما باخد الرقم عامل مشترك، هتلاقي ان بيزيد هنا اكبر من الزيرو، الـ region of validity بتاعتي بيبقى magnitude زاد ناقص واحد ما بين الزيرو والواحد. طيب اقل من الواحد دي فهمناها لان ده التعريف الاصلي للإكسبانشن، الإكسبانشن ده الديفينيشن بتاعه لازم يكون اقل من الواحد. طب اكبر من الزيرو جات ليه؟ عشان الترم ده. لو انت فكرت فيها كده، لو magnitude زاد ناقص واحد بيساوي زيرو، مش ده معناه ان الزد بتساوي واحد؟ زد بتساوي واحد تعملي صفر في المقام هنا، فالصفر في المقام معناه ان الفانكشن نوت ديفايند، فعلشان كده دايما بنيجي هنا ونحط اكبر من الزيرو. طيب جت منين اكبر من الزيرو دي؟ تعال نرسم نفهمها بشكل تاني، تعال نرسم الدومينز بتاعي. احنا عندنا
اتنين singular point، واحدة عند الزيرو وواحدة عند الواحد. وهو بيعمل لي بيقول لي اعمل expansion around the zero. فالدايرة الأولانية اللي ظهر قصادنا هي الدايرة دي كلنا شايفينها، دي اللي ظهرت فعليا اللي هي السنتر بتاعها 3. أنا يوسف احنا بنعمل expansion around الواحد مش الزيرو، معلش اتلخبط. انا عندي singular point عند الزيرو و singular point عند الواحد، هو بيعمل لي يقول لي expansion around الواحد، فبقت الدايرة شكلها كده. طيب الدايرة دي منطقية، السنتر بتاعها هو النقطة اللي انا بعمل expansion حواليها، والradius بتاعها لغاية singular point اللي هي الزيرو. طيب بس الناس مفروض تفكر ان احنا انا هنا عندي two singular points اللي هي z بتساوي 0 و z بتساوي 1، فليه ظهر عندي دايرة واحدة؟ الحقيقة ان في دايرة تانية موجودة هنا، كأن في دايرة صغيرة هنا، هي السنتر بتاعها واحد لان هو طلب ان انا اعمل expansion z ناقص 1 يعني around الواحد، بس الradius بتاعها بما ان مش احنا قلنا ان الradius بتاعنا بيبقى لغاية singular point، فكأن هو في دايرة صغيرة هنا الراديوس بتاعها زيرو، لان هي السنتر بتاعها واحد والراديوس بتاعها لازم يخليها تقطع عند الواحد، فكأن الراديوس بتاعها بزيرو، فكأن في دايرة تانية صغيرة ظهر هنا، فكأن الوضع بتاعي ان انا فعليا عندي دايرتين، بره الدايرة الصغيرة وجوه الدايرة الكبيرة اللي يبقى اكبر من الزيرو اللي هي الراديوس بتاعها بزيرو الدايرة صغيرة، وكبيرة اللي هي الراديوس بتاعها بواحد. فهو ده التعريف بتاعنا اللي هو ما بين الزيرو وما بين الواحد وأكبر من الواحد. ففعليا أنا هنا كأن عندي دايرتين زي المسألة اللي فاتت لما كان فيها دايرتين، بس الدايرة الصغيرة الراديوس بتاعها بصفر، فعشان كده مش ظاهرة وعشان كده مفيش تعريف للفانكشن جواها. بعد كده أنا التعريف فعليا اللي ظهر هيظهر ما بين الدايرتين اللي هي ما بين الزيرو والواحد، فعشان كده ظهر عندي definition ما بين الزيرو والواحد. و بعد كده الديفينيشن اللي بره اللي هو لما يكون اكبر من الواحد اللي هو اللي احنا سميناه بي، فهنا الاي وهنا البي، فكأن الاي ده مش اللي هو جوه الدايره دي، لا هو ما بين الدايرتين، بين الدايره الصغيره اللي الراديوس بتاعها زيرو وبين الدايره الكبيره اللي الراديوس بتاعها بواحد، والبي اللي هو بره الدايره الكبيره. طيب اللي ما فهمش ايه سبب ان انا زودت الزيرو ده سواء بالطريقة بتاعت ان هو يعمل لي صفر في المقام او فكرة الدايرتين، حط القاعدة كده، لو انت بتعمل expansion around واحدة من singular points اللي موجودين للفانكشن، يعني هو طلب ان انت تعمل expansion around نقطة والنقطة دي كانت واحدة من singular points اللي انت بتواجهها في الفانكشن، لما تيجي للتعريف الاولاني اللي هو اللي انت بتاخد فيه رقم common factor دايما تروح حاطط اكبر من الصفر، ماشي؟ فدي الحالة الوحيدة اللي بيتحط فيها كلمة أكبر من الصفر، لو أنا بعمل expansion around واحدة من singular points بتاعتنا. طيب فعليا لو جيت بسيط بقى في المسألة بتاعتنا دي، مين من الـ A ولا الـ B هما التيلر؟ هتلاقي إن ولا واحدة منهم تيلر، الـ B already كل الـ powers اللي فيها negative، يعني Z ناقص واحد power negative n، لو طلعتها فوق كده هتبقى power negative n، والn طول عمرها موجبة فالz ناقص واحد الباور بتاعها طول عمرها سالب. طيب هنا يجي واحد يقول لي z ناقص واحد power n دي كلها موجبة، لا لو اخدت بالك هي مقسومة على z ناقص واحد بره، فلو انت عوضت الn بزيرو هتبقى هنا جوه summation واحد على z ناقص واحد، فاول ترم في الاكسبانشن ده اول ترم في الاكسبانشن a هيظهر z ناقص واحد power ناقص واحد او واحد على زد ناقص واحد، يعني هيظهر عندك نيجاتيف باور للبراكت اللي انت بتدور عليه. احنا قلنا التيلور لازم يكون كله بوزيتيف، لو ظهر فيه ولو حتى واحد نيجاتيف يبقى في الحاله دي ده لورنت. فالمساله دي ما فيهاش تيلور اكسبانشن، ليه ما فيهاش تيلور؟ لان ببساطه كده فعليا ما فيش تعريف جوه الدايره الصغيره، الدايره الصغيره دي اللي احنا عاملين شخبط عليها دي هي دايره الراديوس بتاعها صفر، فالفانكشن ما لهاش تعريف. واحنا قلنا ان انت اللي احنا شرحناه في المسألة اللي فاتت ان دايما بيكون في تعريف حوالين البوينت بتعمل سينجلر بتعمل اكسبانشن حواليها لغاية اقرب سينجلر بوينت، هو ده اللي بيبقى فيه التيلور. هنا اقرب سينجلر بوينت هي نفس النقطة اللي انت بتعمل اكسبانشن حواليها، فبالتالي مفيش تيلور اصلا هيظهر قصادك، لو كان هيظهر كان هيظهر جوه دايرة الراديوس بتاعها بصفر، فهي دايرة مش موجودة اساسا.
فبالتالي هنا مفيش تيلور، والكل بيظهر عندي هنا لورنت. تاني مسألة زي كده، لو طلب فيها تيلور اكسبانشن يبقى ملهاش تيلور اكسبانشن، دي عمرها ما تحصل. دي لو حصلت ممكن تبقى غلطة في الامتحان، انت بس تنبه ان لا، ان دي هو طالب اللورنت، لكن في المسألة زي كده مفيش تيلور اكسبانشن اساسا. تمام. طيب بعض الاخطاء اللي انا ما احنا بنشوفها لما بنصلح الميد تيرم معاكم، يعني لزمايلكم قبل كده، يعني بعض الاخطاء اللي بتتشاف مثلا عندنا كده ماجنيتيود زد ناقص اي على واحد ناقص اي اقل من الواحد، فدي بتتكتب كده ماجنيتيود زد ناقص اي اقل من ماجنيتيود واحد ناقص اي. لغاية هنا الكلام منطقي، ماجنيتيود واحد ناقص اي ده اللي هو المفروض بيساوي جذر اتنين، فتتحول لشكل ماجنيتيود زد ناقص اي اقل من جذر اتنين، والكلام ده منطقي جدا. دي دايرة السنتر بتاعها اي والراديوس بتاعها جذر اتنين. بنيجي نلاقي حد بيعمل حاجة غريبة قوي، ماجنيتيود زد ناقص اي اقل من واحد ناقص اي، يروح عاملها كده زد ناقص اي اقل من واحد ناقص اي اذن زد اقل من الواحد، ويبتدي يشتغل. انا مش فاهم هو دي بتيجي منين، ازاي فكر في ان هو يشيل الماجنيتيود، مين قال ان لو ماجنيتيود ايه اقل من ماجنيتيود بي يبقى الاي اقل من البي، مين قال كده، مين قال ان احنا اصلا دي حاجه ليها لازمه، ده احنا اصلا بندور على الشكل ده عشان نعرف نرسم الريجنز بتاعتنا. فبالتالي الكلام ده غلط 100%، الكلام ده غلط 100%، فلازم ننتبه احنا ما نغلطش غلطه زي كده. برضو احد الاخطاء، او برضو بعض الاخطاء التانيه، لما انت جيت للفانكشن اف اوف زد اللي كان فيها تو براكتس مضروبين في بعض تحت، انت فكيتها للصوره دي a على البراكت الاولاني زائد b على البراكت التاني. فانا بتيجي تعمل مثلا تكتب، نفترض ال a دي طلعت ب3 وال b دي طلعت بـ-5، فلاقيه بيعمل -5 على كده، اصبح ان الفراكشن ده مطروح من الفراكشن ده. يبقى انت لما هتيجي تحط الديفينيشنز ده متعرف فين وفين وده فين وفين، تيجي مش هتجمع. يعني هنا لو طلعت اي ودبل اي وتريبل اي واي في، هتقول اي ناقص تريبل اي. فعشان ما يحصلش لخبطه دي، خلي دايما الاشاره اللي جوه هنا موجبه، فلو في نيجاتيف ظهر خليه يدخله هنا، بحيث يبقى دي كلها على بعضها زائد دي كلها على بعضها، عشان ما تجيش في الاخر وبدل ما تكون عاوز تجمع تطرح، او تطرح تجمع، وهكذا. برضو احد الحاجات اللي يعني هي مش غلطه بس هي الحقيقه ملهاش معنى، لما احنا جينا في مساله من المسائل طلعنا مش عارف summation زد ناقص واحد باور ان، وهنجمعه على summation حاجه تانية رقم تاني مضروب في زد ناقص واحد برضو باور ان. انت مش مطالب ان انت تجمع الاثنين دول مع بعض، سيب السمشن ده زي ما هو وده زي ما هو، مش مطالب تجمعهم مع بعض. وطبعا هي مش بالسهوله دي، يعني ده مش عارف طلع 3 على كذا وده طلع مش عارف 3 على 4 على كذا، فالجمع مش هيبقى بالسهوله اللي احنا متصورينها، فانت اصلا مش مطالب تجمعهم، سيبهم زي ما هم في صوره السمشن بتاعتهم. برضو الشكل، لما نروح كاتبين اف اوف زد بتساوي ونكتب التلاتة definitions، لو موديل الزد ناقص اي اقل من كذا او ما بين كذا وكذا او اكبر من كذا، نيجي نكتب اي مثلا زائد تريبل اي، في الميتر بنسمح لكم تعملوا الحركة دي، يعني بنسمح ان انت تكتب اي زائد تريبل اي، لكن في الفاينل لازم تكتب الصورة الكاملة بتاعت الاي اللي هي summation مش عارف ايه والصورة الكاملة بتاعت الدبل اي، يعني لازم تكتب الصورة كاملة هنا. اوكي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الشكل ده ما ينفعش ما يتكتبش، يعني الشكل ده عليه درجه كبيره من درجات المساله. انت بعد ما بتقسم كل تايم بارشال فراكشن وتجيب ترم كل براكت، انت بعد ما تعمل بارشال فراكشن وتقسم كل براكت ده لوحده وتعرف ده لوحده وتعرف ده لوحده وكل سميشن من دول بتجيبهم لوحدهم، لازم تيجي في اخر المساله وتقول ان الاف اوف زد بتاعتي التعريف بتاعها ايه. انت اصلا في النهايه المساله بيقول لك اكسباند الاف اوف زد، فانت لازم الاف اوف زد بتاعتك تتحط في الصوره النهائيه بتاعتها ان هي ليها اكتر من تعريف، وكل تعريف ده موجود فين وده موجود فين وده موجود فين. فكونك ان انت تكتب التعريف وتكتب هو موجود فين، ده مش اوبشنال، دي مش حاجه هايفه، دي مش خطوه في اخر المساله، مش مشكله ممكن نطنشها، دي ما ينفعش تطنش، دي يمكن اهم حاجه تظهر في المساله. اوكي،
فلازم ناخد بالنا قوي وان احنا المسألة بتاعتنا بتخلص لغاية فين. تمام، اوكي. الفيديو ده هيبقى متاح ليكو، لو في اي اسئلة هنشوف طريقة ان احنا نعمل بيها ديسكشن، سواء بقى على السايت بتاع الكلية او على الجروب بتاعت الدفعة، ان احنا نحط الفيديو وان احنا نقعد نتناقش لو في اي اسئلة، وربنا يسهل ان احنا نعمل فيديو تاني للجزء اللي بعد كده برضو في الكومبلكس او الجزء بتاع دكتور محمود. السلام عليكم.